القادمة. المنتخب القطري أيضا موجود مجموعة من اللاعبين البارزين الهامين، كذا الحال بالنسبة للمنتخب الجزائري. عرضية موجودة، هذه خطيرة، المنتخب المصري فعل هالشيء. جول للمنتخب المصري العسكري، أحمد الشيخ يسجل الهدف الأول. تحدثنا عن هذه الورقة كثيرا، جهزها محمد عمر لهذه اللحظة، وحضر توفيق الله أولا ثم نجاعة هذا اللاعب يعطي المنتخب المصري العسكري الهدف الأول في هذا اللقاء. معليش يا شباب، نعوض إن شاء الله. أحمد الشيخ، تتحرك الآن المدرجات المصرية، وتفاعل كبير جدا وسعادة كبيرة. مبعدة من جديد، حوار يستمر في منتصف الميدان. عبد العزيز براسي هيئها، هذه خطرة للأمام، كور ممكن لكن مرت. أوه على فرصة تتخلص في التوقيت، أوه ركلة جزاء، ركلة جزاء لمنتخبنا العسكري، ركلة جزاء لمنتخبنا العسكري، فرصة للعودة من الباب الكبير. أوه لمسة يد موجودة، قرار سليم. حكم المباراة المساعد الثاني السعودي عبد الله الشلوي هو من احتسب ركلة الجزاء بعد أن شاهد الكرة. الهدوء يا شباب، الهدوء يا شباب، الهدوء يا شباب، تبقى الروح الرياضية هي الأهم. بالتوفيق إن شاء الله. المقبال الآن عبد العزيز بقدمه اليسرى، منتخب العسكري تنحط، جول جول للأحمر، وعودة من الباب الكبير. حلوة يا أولاد، حلوة يا أولاد، تعود المباراة مرة أخرى إلى نقطة البداية، تعود المباراة مرة أخرى إلى نقطة البداية. واحد واحد، واحد واحد، تعود المباراة ونبقى مع دقائقها الأخيرة في شوطها الثاني، والأمور يبدو بأنها تسير لأشواط الإضافية. يا لها من لحظة تشهد فرحة جماهيرية كبيرة للغاية. محمد عمر مدرب المنتخب المصري أنه لم يعمل إطلاقا كمساعد مدرب، يعني منذ بدايته في عالم التدريب وهو مدرب عالي للأمام. هذه خطيرة للأمام، جول جول ثاني، حلو من المقبالي. المنتخب العسكري يسجل ثاني الأهداف ويقترب كثيرا من النهاية الحلم. الله يا أحمر، شوفوا معاي الكرة العالية والاستلام الجميل، وبكل هدوء يضعها في مرمى عواد. ذهبت لأن لا تعود، ذهبت لأن تسكن مرمى المنتخب المصري. ثاني الأهداف لمنتخبنا العسكري، محاولات تستمر للعودة. عالية من جديد للأمام، هذه خطرة بالرأس، جول جول للمنتخب المصري، ونبقى مع جنون كرة القدم، ونبقى مع روعة كرة القدم. أحمد سامي يعود، يعود بالمنتخب المصري مرة أخرى، والتعادل 2-2، 2-2، أجمل مباريات الدورة على الإطلاق. يا لها من إثارة كبيرة، ويا له من تفاعل كبير في هذه اللحظات من الجماهير المصرية. يلا يا عبد العزيز، تمشي معاك إن شاء الله. عبد العزيز الركلة الأولى حطها، جول جول، حطها جول بكل روعة وجمال. مرة أخرى يرسل محمد عواد الزاوية ويرسل الكرة في زاوية أخرى، الهدف الأول من الركلة الترجيحية الأولى. برافو حسام باولو، نعم نزل ليسدد ركلة ترجيح. حسام يصوب لكن فايز يتصدى السوبرمان الرشيدي، يبعد، ضاعت على المنتخب المصري. يعوض الهفوة في الهدف الأول فايز الرشيدي، ويتصدى لركلة الترجيح الأولى للمنتخب المصري. حلوين يا شباب. سعود خميس بقدم اليمنى، الركلة الثانية سعود يحطها في الجول، جول حطها سعود، الهدف الثاني لمنتخبنا العسكري. حلوين يا شباب، حلوين يا شباب، ايضا باتقان كبير من سعود خميس رسلها على يسار محمد عواد بقدمه اليسرى. من سجل الهدف الاول
فايز في حوار معه الشيخ يصوب هدف في منتهى الروعة. المنتخب المصري يسجل الركلة الترجيحية الثانية. هدف في منتهى الروعة بهدوء كبير وبثقة عالية. أحمد الشيخ يسجل ركلة الترجيح الثانية. لعبة شب، شوفوا معاي بهدوء كبير. المنتخب المصري يسجل الثانية. سعد السهيل، سعد بالقدم اليمنى، سعد السهيل يصوب، يا سلام يا روعتك يا جمالك، هي الأخرى في المرمى. ثالث ركلات الترجيح مسجلة أيضا لمنتخبنا العسكري. حلوين يا شباب التوجيهات لفايز. مرة أخرى عاود الكرة يا فايز، عاود الكرة وأبعد هذه الركلة. هكذا هو لسان الحال من سعد السهيل، قلب الدفاع على تنفيذ هذه الركلة الثالثة للمنتخب المصري. أحمد سامي وفايز، كرة اللعب، يا سلام، السوبرمان يتجلى في هذا المساء. فايز الرشيدي يعوض ما فات ويتصدر لركلة ترجيح ثانية من لاعبي المنتخب المصري. كرتين ضاعن على المنتخب المصري ومنتخبنا سجل العلامة الكاملة، سجل العلامة الكاملة. الآن الركلة الرابعة، الآن الركلة الرابعة، لو سجلت منتخبنا يصل إلى المباراة النهائية. جميل اليحمد يبدو لمنتخبنا العسكري، يلا يا جميل، جميل يصوب، الله، جميل يا جميل، جميل يا جميل، الله على روعتك، الله على جمالك، الله على روعتك، فعلها العسكري، فعلها أحمر العسكري، وصل للمباراة النهائية. يا سلام يا سلام يا سلام يا سلام، هي ليلة للتاريخ، هي ليلة وأمسية للتاريخ. يا له من عرض كروي كبير جدا. مبروك، ألف 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 مبروك لمنتخبنا العسكري.